طيب خلينا نتكلم عن الكولكشن الجديد بتاعك ده. ده احدث كولكشن ليكي صح؟ دي حاجات طيب. جديده لسه كمان في صيفي جديد بس دي حاجات جديده برضه. اوكي الصيفي بيختلف عن الشتوي متهيألي صح؟ كولكشن صيفي بنحضر له دلوقتي ورمضان كمان. طيب خلينا نتكلم عن الكولكشن ده ونرجع تاني نشوف بقى الجديد او الموضه ايه. نتكلم على ايه يعني؟ في الحلقه اللي هناك ده في ده اصلا اصله اللي هي خمسة صاغ او دي جديده بقى. دي الحاجات دي موضه جدا نازله. دي كلها الكوين المصري القديم. يعني العشرة صاغ القديمه والخمسه صاغ والاثنين مليم. فدول دلوقتي احنا بنبتدي نعمل عليهم شغل حفر اللي حواليه ده كله اسمه شغل حفر يدوي. ويبقى حاجه طبعا يعني من التراث بتاعنا وفي نفس طبعاً. الوقت يعني شكله مبهر جدا وشيك ويتلبس على اي دراس او اي لبس يعني. في انواع من الفضه ما ينفعش انها تطلي بميه الذهب ولا لا كل الفضه تنفع؟ هي الفضه تقدر تطلي ميه الذهب دي جديده. يعني هي دي يعني دايما كنت تلاقي فضه على طول يعني صريحه ولون فضي. بس الجديد ان هو ياخد ذهب. ده الجديد ان هو ياخد ذهب وتحط فيه الاحجار فيبقى شكله بالظبط يعني انت اكنه ذهب بالظبط يعني ما تقدريش تفرقيه قوي يعني. طبعا اكيد كل اللي بيتفرجوا علينا يعني اكيد بيبقوا في دماغهم الاسعار. مش هقول الاسعار كام بس بتتراوح من كام لكام يعني. لو واحده معاها 200 جنيه ممكن تجيب حاجه من الكولكشن ده؟ لا ما فيش الاسعار الغاليه دي. في حاجه افيلبل لحاجات كتير. اي نعم اللي بيخلي الاسعار تغلى هي الستونز بس. حسب اللي راكبه يعني. الحجر اللي فيها ساعات فيه احجار كريمه فبتبقى الحاجه غاليه. الناس لما بتسمع كلمه فضه يقول لك بس الفضه نص جرام بقى بكام دلوقتي وبتاع. ف يعني هو يا جماعه كل البنات لو واحده معاكي 200 جنيه يعني ممكن تجيبي حاجه من الحاجات دي.